السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ لقد قدمت الحضارة الإسلامية مجموعة من أجمل التحف المعمارية للعالم. التفاصيل الدقيقة والزخارف البديعة هما ما يميز فن العمارة الإسلامية. اخترت لكم اليوم 10 مباني إسلامية تاريخية وحديثة جميلة، فأيها تودون أن تزوروا؟ في المرتبة العاشرة حمام السلطان أمير أحمد كاشان إيران. بني هذا المعلم التاريخي في القرن السادس عشر، كان حماما في السابق، أما اليوم فهو موقع جذب سياحي وهو مسجل كموقع تراثي محلي. تزينه زخارف رائعة منها ما هو فيروزي وذهبي، وأنصحكم بزيارته لما فيه من جمال فن العمارة والزخرفة الأخاذ، ولأهميته التاريخية والثقافية، ولكونه أحد أشهر المعالم في المنطقة، ويمكنكم أن تزوروه طوال السنة. في المرتبة التاسعة مدينة شفشاون المغرب. أنشئت المدينة التي تحيط بها جبال الريف في القرن الخامس عشر. مكانتها التاريخية وأصالتها الثقافية وفي الغالب ألوانها الزرقاء هي ما يجذب الكثير من السياح إليها طوال العام. يستمتع الزوار بالتجول في شوارعها وزيارة أسواق المنتجات المصنوعة يدويا، وكذلك بتذوق الطعام المحلي، وأنصحكم بزيارتها لكونها مدينة تاريخية جميلة ولوقوعها وسط بيئة خلابة. في المرتبة الثامنة قصر المنتزه الإسكندرية مصر. بني هذا المعلم الذي يطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط عام 1932 كقصر صيفي للملك فؤاد الأول. يجمع أسلوب بنائه ما بين النمط التركي والفلورنسي. القصر وحدائقه الملكية الرحبة مفتوحة لاستقبال كل الراغبين في مشاهدتها، وأنصحكم بزيارته لأنه مكان رائع وللاستمتاع بنزهة منعشة في حدائقه. إنه يقع في القسم الغربي من المدينة، ويمكن الذهاب إليه بواسطة حافلة أو سيارة أجرة. في المرتبة السابعة فندق برج العرب دبي الإمارات العربية المتحدة. هو أحد أفخم الفنادق، ويقال إنه الفندق الوحيد الحائز على تصنيف 7 نجوم في العالم. برج العرب فاتن من الداخل والخارج، شكله الخارجي يحمل ملامح سفينة شراعية، أما داخله فيعجب الزوار بفخامته الفائقة، وأنصحكم بزيارته للاستمتاع بإقامة مترفة في الفندق الأشهر في العالم. في المرتبة السادسة جامع أصفهان إيران. هذا الجامع المثير للإعجاب هو نتاج أعمال بناء متواصلة استمرت منذ القرن السابع وحتى القرن العشرين. إنه تحفة معمارية فارسية وهو أقدم مسجد في البلاد، وأنصحكم بزيارته لكونه أعجوبة معمارية فارسية ومسجد شهير. يمكنكم الوصول إلى أصفهان بركوب الحافلات، إنها وسيلة نقل رخيصة وشائعة. في المرتبة الخامسة مسجد الحسن الثاني الدار البيضاء المغرب. اكتمل بناء المسجد عام 1993، وقد حطم أرقاما قياسية، فهو أكبر مسجد في إفريقيا، ومئذنته هي الأطول في العالم بطول 110 أمتار. المسجد الرخامي مقام على شاطئ المحيط الأطلنطي الذي يمكن رؤية مياهه من خلال الأرضية الزجاجية في بهو المسجد، وأنصحكم بزيارته لأنه أحد أهم المعالم في المغرب، ويمكنكم الوصول إليه بركوب سيارة أجرة من مركز المدينة. في المركز الرابع قصر الحمراء الأندلس إسبانيا. هذا المعلم الأثري المذهل هو عبارة عن قصر وقلعة شيد خلال فترة حكم المسلمين لإسبانيا. ما يفسر جماله هو حقيقة أنه بني ليمثل جمال الجنة، ولهذا فإن كل أجزائه آسرة من جنائن ونوافير وجداول في خارجه وتفاصيل فنية مدهشة في داخله، وأنصحكم بزيارته لأنه أشهر مثال على فن العمارة العربية في أوروبا. يمكنكم الوصول إليه بسرعة سيرا على الأقدام من مركز المدينة. في المرتبة الثالثة مسجد نصير الملك شيراز إيران. بني عام 1888 ويعتبر مسجدا تقليديا، لكن زخارف الزجاج الملون التي تزينه تجعله معلما مبهرا. حين تخترق أشعة الشمس نوافذه الزجاجية يمتلئ المكان بضوء ملون يفتن الأبصار، وأنصحكم بزيارته لأهميته التاريخية والعمرانية، ومن الأفضل أن تزوروه في الصباح الباكر حينما تصنع أشعة الشمس ذلك المشهد البديع. في المرتبة الثانية جامع سليمية أدرنا تركيا. هو مسجد عثماني شيد في القرن السادس عشر، ويعتبر واحدا من أفضل النماذج عن العمارة الإسلامية. تصميمه المثالي ومكوناته ونمط بنائه ما زالت تمتدح حتى اليوم،
وهو ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وأنصحكم بزيارته لأنه مثال معروف عن فن العمارة الإسلامية، ومسجد جميل ومقصد سياحي مألوف في تركيا. ويمكنكم الوصول إليه بالذهاب إلى أدرنة بواسطة سيارة أو قطار أو حافلة من إسطنبول أو مدينة أخرى، ثم السير إليه. كل شيء بما في ذلك المسجد يبعد عن مركز المدينة مسافة سير، مسافة السكة يعني. في المرتبة الأولى مسجد الشيخ زايد الكبير، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. أمر ببنائه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ليجمع ما بين القيم وفن العمارة والتصميم التقليدية والمعاصرة. يجمع المسجد المترف العالم بالمعنى الحرفي للتعبير، حيث إنه بني من مواد جلبت من دول متعددة بما فيها دول غير إسلامية. وأنصحكم بزيارته لمكانته المعمارية والثقافية والدينية. ويمكنكم الوصول إليه بأفضل وسيلة للتنقل في أنحاء أبو ظبي، ألا وهي سيارات الأجرة، وهي رخيصة هناك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ إلى متابعي قناة هل تعلم، السلام عليكم. أحمل لكم اليوم نبأ سارا، فمن الآن وصاعدا سنتوقف عن إعادة رفع المقاطع التي سبق نشرها في القناة السابقة، وسنقدم لكم فقط كل ما هو جديد وحصري من المقاطع الجديدة والمفيدة المنتقاة بعناية والمتميزة بمحتواها وتقديمها عبر هذه القناة، قناة اكتشف. وللراغبين في مشاهدة الحلقات السابقة التي لم ننشرها بعد في هذه القناة، فيمكنهم مشاهدتها على القناة الاحتياطية على الرابط المكتوب في الوصف أسفل هذا الفيديو. أما هذه القناة فسنعرض فيها فقط المقاطع الحديثة التي تنشر لأول مرة على قناتكم، قناة هل تعلم. نتمنى أن تقضوا برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة، ونعدكم أن نبذل كل جهدنا لنقدم لكم كل جديد ومفيد من الحقائق والمعلومات من مختلف المجالات والاهتمامات. دمتم بود ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.